تأتي هذه الزيارة ونحن على مقربة من الاحتفال بمرور 120 عاما من على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا بحلول عام 2026، استكمالا لسلسلة من الزيارات المثمرة والهامة التي تم تبادلها بين البلدين في السنوات الأخيرة وعلى أعلى المستويات، ومن بينها وعلى رأسها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بوخارست في يونيو 2019، وزيارة فخامة الرئيس كلاوس يوهانس إلى مصر في أكتوبر 2021، وهي زيارات تهدف جميعا إلى تعزيز وتطوير العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وبما يحقق مصالح شعبيهما. كما أسهمت هذه الزيارات المتبادلة في تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية، خاصة مع ما تشهده منطقتنا من تطورات خطيرة قد تؤدي باستقرار الإقليم ككل وتمتد آثارها إلى دول جوارنا في أوروبا. السيدة الوزيرة وأنا التقينا اليوم وتباحثنا بشكل منفرد وبعد ذلك مع وفدي بلدينا على مدار عدة ساعات للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد مصر الشريك التجاري الأول لرومانيا سواء في العالم العربي أو في القارة الإفريقية، كما أن رومانيا تعد أهم مقاصد الصادرات المصرية لأوروبا، فضلا على أن رومانيا هي من أهم موردي القمح للسوق المصري. كما رحبت أنا والسيدة الوزيرة بنتائج الجولة الرابعة للجنة المصرية الرومانية الاقتصادية المشتركة والتي عقدت في بوخارست خلال شهر أكتوبر الجاري، وقد توافقت أنا والسيدة الوزيرة على استمرار العمل لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا أكدنا العزم المشترك على مزيد من تطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين والترحيب بمزيد من عمل الشركات الرومانية هنا في مصر، أخذا في الاعتبار البيئة المواتية للاستثمار والجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة المصرية لإزالة أي عقبات إدارية أو بيروقراطية ومنح المزيد من التسهيلات للاستثمار الأجنبي. كما أكدنا أيضا على ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة وسوق كبيرة وأيضا العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الشركاء وفي مقدمتهم القارة الإفريقية من خلال الاتفاقية القارية الإفريقية للتجارة الحرة، فضلا عن انضمام مصر إلى تجمع الميركوسور من خلال اتفاقية للتجارة الحرة. كل هذه الشراكات توفر سوقا ضخمة للمستثمر الروماني، فهو لا يستهدف السوق المصري فقط وهو سوق ضخم وكبير يتجاوز 120 مليون نسمة إذا ما أضفنا 10 ملايين ضيف أجنبي الذين يقيمون على الأراضي المصرية، بل أيضا تستهدف سوقا يسع لأكثر من 2 مليار نسمة سواء في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية.